سيد مضر، الآن هناك حديث في الصحافة العالمية والسوشيال ميديا نتيجة قيام اليونسكو بتكريم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بجائزة السلام، نظرا لقرارها باستقبال أكثر من 1,200,000 لاجئ من سوريا، من العراق، من أفغانستان. كيف ترى هذا الأمر؟ يعني حقيقة ميركل أو الحكومة الألمانية هي تستحق هذا التكريم. هي أولا هي تكرمت من قبل اللاجئين من مختلف دول العالم. حاليا الجميع يشيد بميركل، حتى أن الكثير من المواليد الذين ولدوا حديثا في ألمانيا أطلقوا اسم ميركل على أطفالهم. هذا دليل على الاحترام والتقدير إلى المستشارة الألمانية ميركل. تكريم اليونسكو أو اليونسيف أو الأمم المتحدة لميركل هو حقيقة شيء عظيم جدا، بأن يتم تكريم هذه الإنسانة الخلوقة الطيبة التي استقبلت اللاجئين والتي حمت اللاجئين. هناك الكثير من الدول كذلك تستحق التكريم. على سبيل المثال حاليا تركيا يوجد فيها حوالي 8 ملايين لاجئ في تركيا، هم من سوريا، من ليبيا، من مصر، من تونس، من أفغانستان، من إيران، من العراق، من اليمن، من أوكرانيا، من الشيشان، حاليا يتواجدون على الأرض التركية. كذلك تركيا تستحق التكريم والتقدير. هناك بصراحة الكثير من الدول في العالم تستحق التكريم والتقدير لما يقدمونه من مساعدات إنسانية وإغاثية واستقبال للاجئين من مختلف دول العالم. ميركل لها الشكر والتقدير، فهي تستحق الجائزة، وحقيقة الجائزة تشرفت بميركل.